معنا من تونس مستشار وزير البيئة التونسي السابق عامر الجريدي. أهلا ومرحبا بك سيد عامر الجريدي. ما خطورة هذه الحرائق التي استمرت لأربعة أيام وجاءت على الأخضر واليابس في مناطق شاسعة في ملولة؟ هو في الحقيقة كل حريق يمثل خطورة، وخصوصا لما يكون حريق معناها في الغاب، وتأثيراته البيئية أولا على الثروة الحيوانية والثروة النباتية، ثم تأثيراته الصحية وعلى تهديداته لحياة المتسكنين. وشفنا في هذا الحريق في جبل ملولة في تبرقة على الحدود قرب الحدود الجزائرية كيف تضررت أربع مساكن، وكيف فيعني جاءت نقول نحن جلدية العملية لما نقارن في نفس الفترة، يعني شهر يونيو ويوليا من سنة 22 والفترة هذه بين 88 حريق وحريق واحد بين ألاف الهكتارات و 30 هكتار، فمعناها نقولوا قضاء وكان فيه لطف، والحمد لله أنه تمت السيطرة على هذا الحريق بفضل الله فقط، معناها عملية التدخل في حد ذاتها، ولكن بفضل العملية الاستباقية يعني للكوارث، يعني أجهزة الدولة والإدارة نعم. التونسية يعني رجعت إلى الاشتغال، لأنه يعني هو من الجيد سيد عامر الجريدي أنه في هذا العام عدد الحرائق أقل عن العام السابق، ولكن ما هي حجم الخشية في هذه المرحلة من أن تتجدد هذه الحرائق، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت من السنة؟ هي بعدها حصل الحريق في أضرار، لكن تم السيطرة، تم حصر هذه الأضرار. الأضرار البيئية معناها كم هكتار وقع إتلافه من جراء الحريق، وما وراءه من نباتات ومن معناها من حيوانات من كائنات حية. ترجع معناها لما الغابة بعد سنوات ترجع تخلف، نقولوا نحن معناها العملية كانت محدودة، يعني حريق واحد وفي ظرف أربعة أيام تضافرت الجهود وتمت السيطرة عليه بنسبة 95%، طبعا 5% نعم. الجيوب المتبقية التي لابد من التثبت أنه معناها ما بقاش ولا رماد ولا جمر، معناها قد يعيد النيران إلى الاشتعال. نعم، يعني من الجيد أنه تم إخماد هذه الحرائق، من الجيد أنها لم تتسع، ويعني مع التمنيات بألا تتسع مساحة أو تعود هذه الحرائق مرة أخرى. ما أهمية التوعية سيد عامر الجريدي بالنسبة للمواطن لكي يتعامل مع هذه الحرائق، لكي لا يقوم هو بإشعال بعض الحرائق، وهناك من يتعمدون إشعال الحرائق من أجل الاستفادة من الأراضي الحرجية في تلك المناطق، ما أهمية المواطن بحد ذاته من أجل الحفاظ على هذه الثروة الغابية؟ أي بعدها تو هنا زوز نقاط أنت طرقت لها حضرتك، هي مسألة الاستباق ومسألة وعي المواطن الذي هو كذلك مرتبط بالدولة. قلنا نحن منذ أشهر صارت اجتماعات لجان موجبات الكوارث في المناطق الغابية في تونس في شمالها في وسطها خصوصا، وتم التحسب، وهذه اللجان تضم ممثلين عن مختلف الوزارات، التجهيز، الزراعة أو الفلاحة، البيئة والحماية المدنية، أي وزارة الداخلية، وكان في خطة منذ 2017 وفيها عنصر التوعية والتربية، تربية المجتمع. نقولوا النقيصة ربما هو أنه ما كانش ثم عمل جبار كبير على مستوى التربية البيئية عموما وعلى مستوى التربية المجتمعية لمجابات الكوارث والتي هي جزء من التربية البيئية، لكن تقديري الشخصي على الأقل توفقت البلاد، توفقت الإدارة التونسية في إعادة مسك زمام أمورها، في مراقبة، يعني إدارة الغابات ومصلحة الغابات التابعة لوزارة الفلاحة قامت بدورها، يعني النتيجة تبين يعني أنه صار فيه حريق واحد كونه فيه سبب بشري معناها عفوي أو مقصود، هذه الأبحاث تبينه
قد يكون ناتج عن الحرارة الشديدة، ونحن نعيش تحت تأثيرات التغيرات المناخية والقبة الحرارية. يعني المهم أن الدولة كانت معناها مستعدة، وهذا يسجل لحسابها في انتظار مجهود أكثر على مستوى الدولة دائما مع الإعلام والمجتمع الأهلي المدني فيما يخص التوعية المجتمعية تحت عنوان التربية البيئية. نعم، يعني جيد أنها تضافرت الجهود من أجل إيقاف هذه الحرائق، جهود الحماية المدنية، الهلال الأحمر، إدارة الغابات وغيرها، ولكن ما هو الدور الآن سيد عمرو الجريدي من أجل إعادة هذه الغابات، من أجل أن تحيي هذه الغابة نفسها بنفسها وما لها من تأثير بيئي سواء من الناحية الطبيعية وكما ذكرت على الحيوانات، وحتى أيضا تأثيرها على الناس الذين يسكنون في تلك المناطق؟ هي معناها تم الحريق، معناها بعدين ترجع تصب الأمطار، تنزل الأمطار، معناها ترجع لا تدخل حكومي، لا يوجد يعني ترجع الغابة. الدور هنا هو مزيد اليقظة، مواصلة اليقظة، معناها حققنا انتصار ضد الحريق، ربما ضد ما كان سبب في الحريق، ضد التغيرات المناخية، لكن يعني لا يجب أن نكون راضين. يعني اليقظة يجب أن تكون مستمرة، وأن معناها أن يتواصل جهد الدولة على مستوى التوعية، على مستوى الإعلام، على مستوى الاتصال، في بتعاون بشراكة أقول مع المجتمع المدني وخصوصا مع قطاع الإعلام اللي دوره مهم جدا في التوعية المجتمعية في عصر الاتصال وعصر الإنترنت وعصر الفضائيات. شكرا جزيلا لك ضيفنا من تونس مستشار وزير البيئة التونسية السابق عامر الجريدي، شكرا لك.